تفضل. وصلت لمكانه. برافو برافو عليك. شو عرفتي؟ مكان الثعلب بروسيا وكيف نفوت لهنيك. اجا الوقت لحتى نزور الثعلب. اخي لا تخرب عطلتك، روح لعند مرتك، نحن منحل هي الشغلة. لا يا جاهد، ما راح اروح على مكان لخلص على الثعلب. رح تحكي ولا لا؟ حتى لو قتلتوني أنا ما رح أحكي أي شيء. بس نحن لسه ما قررنا إنه نقتلك. أهلين ألجيس. كيفك جون؟ إذا بدك تجي على المنطقة مرة تانية تعال بسرعة، لأنه ما ضل عندي كتير وقت هون. بالحقيقة مثل ما أنا فهمت عهد الخليفة صمد قرب إنه ينتهي يا جون. كانت فكرة خطيرة كتير وأنا عملت اللازم. في عندي كم شغلة مهمة أنا لازم خلصهم بالأول، وظبط أمور المتشددين للفترة الجاية وامشي. لا تشغل بالك مشاني يا جون، حتى لو أنت ما كنت هنيك رح يستقبلوني كأني صاحب البيت بكل الأحوال. لا تفكر أني رح أحتاجك هنيك. أنت عم تحكي وكأنك مبسوط لأني رح أترك الشرق الأوسط. بالحقيقة بيهمني أكثر أنك ترجع على تركيا بسرعة. بالحقيقة أنا لسه ما أخذت القرار الأخير بخصوص هالموضوع، بس بعد ما التقي مع روبرت ألبرت ستون رح أخذ قراري. معناتها أنا رح أعطيك معلومة ممكن تأثر على قرارك. عم اسمعك. قبل شوي عرفت أنه البروفيسور مارتن يلي كان مستلم مهمة التواصل بين آمون وران قتل. كيف؟ مين قتله؟ مراد علمدار.
هلا فهمت ليش مارتن توتر كتير لما شاف مراد ونحن عم نلعب جولف. انت شفته لمارتن شي؟ معقولة مراد يكون قتله وانت هنيك يا ترى؟ انا ما شفت مارتن هنيك، بس الموضوع يلي محيرني اذا كان عن جد مساوي شي بيأذي مراد او عيلته. كيف مراد خلى مارتن عايش طول هاي الفترة الماضية؟ كلياتنا عنا نقاط ضعف يا حقي، قد ما كنا أقوياء أغلب الأحيان ما منقدر نشوف شو يلي عم بيصير قريب منا. بس الواضح إنه مراد شاف الحقيقة بالنهاية ووقعوا لمارتن بالفخ. وبالنسبة لإلي يلي بيهمني أعرفه شو رح تكون نتيجة قتل مارتن أكتر من سبب قتله. هالأراضي اللي قدامنا هي للثعلب أندريه. يعني بيته موجود هون؟ ايه، وهذا الطريق بيوصل لبيت الثعلب أندريه. قديش بيبعد من هون؟ ما بعرف بالضبط، ما رحت له. أساسا ما حدا بيقدر يقرب من بيته بدون دعوة. ايه بس نحن مدعوين، مو هيك جاهد؟ ايه أخي، الثعلب دعانا مشان نقتله. وأنا كمان بدي أقتله، هو أخذ زلمتي. بس محاولة الفوتة على البيت رح تكون انتحار. نحن رح نفوت لا تقلق، بس بطلب منك تعملوا اشتباك على الباب الرئيسي وتهربوا. بس دقيقتين ثلاثة تشتبكوا معهم على الباب الرئيسي وبعدين بتروحوا. هالشي لتشتتوا انتباههم، وبعد ما نحن نفوت انتوا بتلحقونا. طيب مثل ما بدك. خلينا نروح على الكوخ اللي قالت عنه عميلة أندري. مين هنيك؟ مين في هنيك؟ جاهد. استنى لين تبهوا. تعال من هون جاهد.
شو في؟ اجى الداغستاني ورجاله، قوصوا من برا وراحوا. بتحب نلحقهم؟ إذا ما بيسترجي يفوت على بيتي معناتها ليش لحتى يجي على بابي؟ ما بدي حدا يلحقهم، بس ديروا بالكن. بما انه الداغستاني اجى لعندي انت ما عاد بتلزمني. أهلين وسهلين مراد علمدار. ليكن اجوا. انت منيح؟ منيح. دير بالك. وين الثعلب يا أخي؟ أنا رح أسكر الطريق قدامه ورح أخليه يرجع لعنا. شو رح تساوي؟ برصاصة واحدة بدك تقتلني؟ موتك ما رح يكون سهل لهالدرجة.
بعرفك بتحب كتير المشروبات الكحولية. وإذا بدك موت محروق أو موت مخنوق، كلياتنا خلصنا من مصيبة كبيرة. من هلأ ورايح رح ننام مرتاحين. هلأ صار فيني أقضي إجازتي وأنا مرتاح شهيد. وضع مرضي دكتورة؟ نتائج التحاليل إيجابية وما في شي بخوف بهالمرحلة، بس لسه في جرعة لازم تاخديها بعد 10 أيام. ما في مانع أنه نطلع رحلة مو هيك؟ لا بالعكس، إنه تقضي وقت حلو مع الأشخاص اللي بيحبوها وبتحبهم، هذا الشي رح يساعدها كتير بعلاجها. معناتها ضفتي على الراشتة رحلتنا مو هيك؟ العفش رح يضل، بس بدي اياكم تنقلوا الصناديق والاغراض المغلفين. ماشي. لا لسه في غراض تانية، انا عملت قائمة مشانكم. ماشي رهف، بس ننقل اغراضنا رح ننقل اغراضك انت كمان. ماشي. عن جد انت قدمتي لنا هدية عرس رائعة. شو هالحكي، الله يهنيكم. شكرا. شكرا. ما عم بقدر صدق بنوب، رح نقضي اجازة انا وانت لحالنا. رح نكون لحالنا ما؟ ايه طبعا رح نكون لحالنا، بس رح يكون في فريق صغير احتياط. لا لا بس يا ليلى، أنا ما بدي يكون حدا غيرنا، لا تكسر بخاطري. طيب مثل ما بدك. شكرا لك. شو رأي رهف بالنقلة؟ بس عرفت أنه هي رح تعيش معنا كتير انبسطت. وأنا كمان. أنا مبسوط لأنك وافقتي علي وعلى عيلتي. ايه اصحك تفكر انه انا قبلت عرضك بالزواج بس مشانك. انت صرت زوجي وعطيتني عيلة وخليتني حس بالأمومة اللي ما إلي نصيب فيها، وما بدي أكتر من هيك. كيف صفية؟ منيحة أخي. عم تتحسني ما؟ فترة غيابنا جاهد رح يهتم بعلاجك. بعرف، هو خبرني. لا تتهاملي، لما أرجع بدي أشوفك واقفة على رجليكي. كتير بتمنى أستقبلكن وأنا واقفة. إن شاء الله.
عن جد أخي أنا منيحة كتير، لا ينشغل بالك علي، روحوا بهالإجازة وارتاحوا ولا تفكروا بشي. ومارتن توفى، ما عاد في أي خطر على رهف. وأنت ما عاد تفكري بشي. حملنا الأغراض أخي. طيب شوفك صفية، ترجعوا بالسلامة. روحوا على البيت الجديد وأنا رح أمر على المكتب. صحيح عمران، لما تكون صفية بالعلاج بتاخد رهف لعند السيد سوها مشان ما تمل. أكيد باخدها، وأنا كمان بتسلى هنيك. طيب لكان عائلتي بأمانتك يا عمران. لا تشغل بالك أخي. نعم، ترجعوا لنا بالسلامة. الله يسلمك. بوسات. أنا بترجاك لا تقوم يا أغا. تفضل عود. شلون صرت؟ ألف الحمد لله منيح. الظاهر طريقي بيخلص هون، أنا رح روح اليوم. لا تقول هيك بوسات. اسمع، روحتك هلأ رح تكون منيحة لإلك. الواضح ما رح تقدر ترتاح هون. استنى ليهدى الجو وترتاح وبعدين إن شاء الله بترجع لهون. ليش نحنا من إمتى متعودين على الراحة؟ مو أنت كنت تقول يلي بيموت على فرشته بيكون الطيسة؟ اسمع بوسات، أنت بلشت تخبص وعم تعصبني كتير. ها إيه قلت هيك، بس ما قلت لك زبت حالك على الموت وأنت بهالعمر؟ لساتك شاب، العمر قدامك، صدقني رح ترجع أقوى. صبر لك شوي. ايه رح أصبر، وأصلاً ما في عندي حل تاني. ايه وهلأ اسمح لي، أنا رح روح بطريقي. لا تواخذني يا بوسات، ما رح اتركك لحتى اشوفك نفذت كلام اخونا مراد. انا رح ضل معك لحتى اشوفك طلعت بالطيارة. طالما هيك تفضل قدامي يا اغا. على راسي. عود يا تيمور، مو ظابط تضل واقف هيك. أنا وليلى رح نروح لحالنا يا شباب. أنتوا ما رح تجوا معنا. ما رح يكون حدا معكم؟ لا ولا حدا. لبين ما أرجع هذا المكان وعيلتي بأمانتكم يا شباب. ماشي يا أخي. كلامي مفهوم؟ لكان رح أفوت على مكتبي
ليش أخي بده يروح بدون حماية يا ترى؟ على الأغلب هاد طلب مرت أخونا. يلي بيسمعكن بيفكر أنكن جهزتوا السيوف والرماح وبدكن تروحوا لتحموه؟ Hmm.